السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير، صحتكم زينه ان شاء الله. اليوم جيت نشارك معكم الكروكيت ديال البطاطا محشيين بالفرماج، كيجيو زوينين ومقرمشين وساهلين البنات. نخليكم مع المقادير وفرجه ممتعه. كما تشوفوا البنات، هنا تقريبا عندي شي كيلو ديال البطاطا اللي نقشرتها وسلقتها وصفيتها من الماء مزيان. ضروري البنات ما تصفيوها من الماء. بالنسبه للتوابل، عندي هنا الخرقوم او الكركم، عندي الفلفل الاحمر تحميره، وعندي ثوم بودره او الدويمه ديال الثومه، عندي قزبر ومعدنوس، وانا هنايا نسمتها بالفلفله حاره، فلفله حاره حمراء وفلفله حاره خضراء، تعطيها واحد المذاق رائع. وفي نفس الوقت راه غادي تشوفوا انني غنحيد واحد الكميه قبل ما نضيف الفلفله، غنحيد واحد الكميه اللي كنخليها لبنتي صغيره، ما غنديرش فيها الحار وما تبقى هو اللي غندير فيه الحار. المهم البنات، كما تشوفوا هنا، اول حاجه غادي نديروها غادي نمعكو هذيك البطاطا مزيان بالفورشيط ولا هذا، ومهم كنمعكوها مزيان، ما تنخليو فيها حتى شي طرف هكا قاصح. وكما تشوفوا راه انا كنمعس فيها وهي مازال سخونه، راه يبان لكم الدخان طالع. كما قلت لكم التوابل عندنا الحا، الخرقوم، التحميره، الدويمه ديال الثومه اولا ثوم بودره، وانا كما قلت لكم نسمتها هنايا بالفلفله حاره، فلفله حاره راه خضراء وحمراء بجوجهم حارين. ما غادي ندير فيها البنات لا زيت لا بيض لا حتى شي حاجه، وتجي زوينه وناجحه وما كتحلش كاع في القلي. هنايا غادي نزيد الفلفل الاسود، نسيت ما ذكرتوش، وشويه ديال الملحه والدويمه ديال الثومه كما قلت لكم. تبعوا البنات هالطريقه هذه، راه ناجحه 100%. الصراحه انا كنت كنجرب بعض الطرق اللي ما كانتش كتنجح معايا، يعني غير كنجي نقليها كتحل ليا في الزيت وكتضيع كامله والزيت حتى هو تيضيع، ولكن ملي جربت هالطريقه هذه ونجحت معايا صافي ولات معتمده عندي، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم. المهم البنات هنايا صافي غادي نمشي باش نخلط هذا الشيء هذا كامل. بصراحه غادي نخلط بيديا، انكم عارفين المعلقه ما غاديش توصلك لداكشي اللي بغيت. هنا كما تشوفوا في الطبسيله البنات، راني حيدت واحد شويه لبنتي اللي ما غنديرش فيه الحار. صافي هنا غادي نضيف فلفله حمراء وخضراء اللي حارين، هذوك المزودات تاع الحار حيدت لهم الزريعه وقطعتهم. بصراحه حتى هاد الحرور فيها كيجي واعر البنات، غير جربوه. صافي هنايا صافي غادي نخلط هذاك الشيء مزيان صافي، وغادي نخليها تبرد واحد شويه، ما نخدمش بها وهي باقا سخونه، خليوها تبرد شويه باش كما تنقولوا تتماسك في راسها، ما تبقاش شويه مرخيه. صافي ومن بعد غادي نوجد الماريناد اللي غادي يدوزوا فيه هاد الكويرات، اللي هو يا البيض ولا شابلوغ. تناخذ واحد جوج بيضات تنطربهم مزيان، وتناخذ لا شابلوغ هما فاش غندوز هاد الكويرات هادو، وغادي نوجد حتى الفرماج حمر. هانتوما كما تشوفوا ندير فرماج حمر اللي قطعته مربعات، تقدروا ديروا الفرماج حمر، تقدروا ديروا الموتزاريلا، وتقدروا ديروا حتى الجبنه شيدار اللي متوفر عندكم، وتقدروا ديروا غير الفرماج المثلث ديال الدهن، تقدروا تاخذوا فرماجه وتقطعوها هكا مرصوات وديروها حتى هي من الوسط، هي تجي زوينه. المهم البنات كما تشوفوا كناخذ هذيك البطاطا كنشكلها على شكل هكا، على شكل كراوي، وكندير فيها واحد الحفيره الوسط، تنحط فيها هذاك المغصو ديال الفرماج صافي، وكنردها وكنعاود ثاني نجمع البطاطا على الفرماج. تاكدوا البنات من ان هذيك البطاطا كتجمعوها على الفرماج مزيان، ما خاص الفرماج يبقى باين، حيت الفرماج الا بقى باين وقاصو هذيك السخونيه ديال الزيت فغادي يذوب وغادي ترتق لكم هذيك البطاطا وسط القليان. كما تشوفوا راه الصوره واضحه في الفيديو. صافي كنحط هذيك الفرماج الوسط وكنجمع عليه هذيك الكره ديال الطاطا صافي، وغادي ناخذ واحد الطبسيله البنات، غادي نفرش ليه واحد السلوفان اولا واحد البلاستيكه هو اللي غنوضع فيه هاد الكويرات من بعد ما غندوزهم في البيض ولا الشابلوغ باش ما يلصقوش ليا. كما تشوفوا البنات هنا قلت لكم عندي جوج بيضات، وهنايا عندي لا شابلوغ. صافي غادي نبقى ندوز في ناخذ الكويرات
ندوزهم في البيض ومن بعد ندوزهم في لاشابلوغ صافي. غنصطفهم كلهم في واحد الطبسيل من بعد ما نسالي غنصطفهم كلهم في واحد الطبسيل وغادي ندخلهم المجمد غير واحد شويه ماشي بزاف، تقريبا ربع ساعه ولا نص ساعه، غير باش هذيك لاشابلوغ كتثبت على البطاطا ملي كنقليوها ما تتبقاش تفرتت. غير تبعوا البنات هاد الطريقه هذه راه غادي تنجح معاكم، لان بزاف الناس ما كتنجحش معاهم الكروكيت ديال البطاطا ولا كريات البطاطا ما كتنجحش معاهم الا كانت معمره بالفرماج، لان هذاك الفرماج غير كيتقيسو السخونيه كيبدا يدوب صافي وكيبداو يتحلوا لك في القليان. غير تبعوا هاد الطريقه هذه ان شاء الله وغادي تنال الاعجاب ديالكم وغادي تكون ناجحه معاكم. صافي البنات غادي نستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما تشوفوا في الفيديو، غادي نبقى ندوز في البيض ونحاول نحيد هذاك الزائد ديال البيض، نعاود ندوز في لاشابلو صافي، غنوضعهم في واحد الطبسيل وغنخليهم في المجمد ربع ساعه ولا نص ساعه صافي. من بعد غادي ندوز باش نقليهم. خليكم مع الفيديو البنات، فرجه ممتعه ونتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم البنات بحال ديما ما تنساوش من لايك والبارطاج والاشتراك في القناة اللي مازال ما اشتركش باش توصل بكل جديد ان شاء الله. فوالا البنات كما تشوفوها من بعد ما ساليتهم كاملين كما قلت لكم فرشت لهم هذاك السلوفان ودخلتهم المجمد واحد ربع ساعه ولا نص ساعه حتى كيقبطوا راسهم. بالنسبه للقليه البنات ضروري الزيت ما تكون سخونه، ومن الاحسن قليوهم في الكاسرونه ما تقليوش في المقله، لانهم كيبغيو الزيت شويه وكيبغيو شي حاجه اللي تكون غارقه. صافي البنات كما تشوفوا انا هنا بديت نقليهم. نخليكم مع الشكل النهائي البنات، وشكرا لكم وشكرا على التشجيعات ديالكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم شكرا على التشجيعات ديالكم، الى فيديو جديد ان شاء الله.